إذا زميل جهاد زهري عمل جولة على عدد من الصيدليات والأماكن اللي بتبيع الماسكات ليشوف قديش الأسعار، يعني هل في احتكار، ارتفعت أسعارها ولا لا؟ ارتفعت كتير. فخلينا نشوف التقرير اللي خصه بالكمامات، بتمنى يكون جاهز. أعطيك شي واحدة بعد البيت. قدي حق الوحدة من هون؟ 8 الوحدة. كيف تبعد عندك ما انقطعوا؟ كيف تبعد ما انقطعوا؟ هدول اللي بعد ما انقطعوا بس على وشك كيف توجد. انتين نبيعوا الكمامات؟ هلا بعد ما طلعت الخبرية؟ ايه؟ دغري خلصوا؟ ما حملوهم يعني عم ياخذوا كثير بكاليات. الدولة يعني ولا العالم؟ عندك تنزيل؟ وين الكمامات؟ ما في. خلصوا؟ بدنا 4-5 ايام يجوا. كان في ستاند مثل ما هو؟ دكتور عم تقول ما في كمامات؟ عندها لبعد ساعة أو بكرة. لبعد ساعة؟ مظبوط. صار حقها 20,000 مدري قد ايه؟ 15,000. الهاي قد ايه حقها هاي؟ قد ايه حقها؟ صار الوحدة 10. 10,000؟ هلا غليت ولا هي حقها؟ لا يا أخي امبارح اليوم امبارح جبناهم بسعر واليوم بسعر. دكتور طلع عم تشوف يعني كمامات غريبة أو يعني واضح جدا كيف الأسعار ارتفعت. هلأ حتكون معنا السيدة علي عباس لنسألها، اللي هي مدير عام وزارة الاقتصاد، لنسألها عن هذا السبب. هو اللي فهمته اللي صار إنه بعد ما صارت الأزمة بالصين بالكمامات، تخيل دولة مثل الصين تنتج هذه الكمامات، صار عندهم شورتج، صار عندهم أزمة نقص، فقاموا لبنان صار يصدر، يعني تخيل صار يصدر لبنان للصين الكمامات يلي هي الصين اللي جايبينه اوريدي جابتها من الصين. طبعا هذا بمحل معين عمل نقص بالسوق بالكمامات، واجت قصة الكورونا هلا فوق منها. هو بس قبل ما انتقل يعني السيد علي عباس، سؤالي هل هيدي الكمامة يعني هلا انا اذا حطيتها على وجهي رح تعمل لي حماية من الكورونا، ولا اذا كان عندي كورونا بطل بيع؟ هلا حلتين، اذا انت عندك كورونا ما تعدي غيرك بالنفس، لانه هو هي احدى طرق النقل هي النفس، بس في طرق اخرى يعني اكيد. فهيدا ماسك مش مثل الماسك العادي اللي بنشوفه اللي بنستعمله، هذا شوي متطور، هيدا N95 انا مش بس له فلتر، هيدا يعني مسكر اكثر على الجوانب تما يصير في تسريب للهواء. اوكي، لانه الماسك العادي بس اللي بيقدر يمنع الفيروس، ايه بيقدر يمنع انتقال بالنفس. اوكي سو بيقدر يمنع هيدا تخفف الانتقال بواسطه النفس. اوكي سو يعني هيدا الان 95 اسمه لا تحديدا نعم، لانه هيدا مسكر كومباكت اكثر. يعني دفعوا حقها قديش؟ قديش جابوها بس يقولوا لنا؟ عم بيقولوا صار 12,000 يعني حسب هلا سوق سوداء رح يصير. يلا دولار وكمامات، هلا هيدا لازم ينحط بشكل سيء. يطلع لك كمامتين بالنهار مثلا، بصيروا الصيدليات انه يستفيدوا منهم كمامتين بس بالاسبوع، بيطلع لك كمامتين. قديش بيقدر واحد يستخدمها لهي الكمامة؟ يعني هو ما فيك تستخدمها وقت طويل، لأنه بعد يومين ثلاثة لازم ترجع بدي يعطونا يومين بالأسبوع كمامة. رح تابع معك بهذا الموضوع، بس رح انتقل. جاهز للاتصال؟ ننتقل لعند السيدة علي عباس مدير عام وزارة الاقتصاد، يلي بالحلقة الماضية حصل سوء فهم والتباس بيننا وبينها لما قلنا بأنها فهمت من كلامنا هي كأنه عم نقول نحن هي متورطة بموضوع الحوالي المتكررة، وطلعت ووضحت، وهلأ عم برجع أوضح أنا من أنه أنا حكيت لأنه عن المعنيين بالملف، بقصد لما صار في تحقيق بالملف كل واحد مين كان مسؤول عن هذا المركز. فإذا صار أي سوء فهم عن بعض الناس بنوضح لهم بأنه ما كنا بنقصد بأنها معنية. ولكن عموما السيدة علي عباس رح تكون معنا أيضا بالاستوديو في الأسبوع القادم لنتابع معها ونسألها مباشرة في موضوع الحوالات المكررة والحوالات الملغات وباقي الأمور الأخرى التي تتعلق بتلك الحقبة في وزارة المالية في عهد الرئيس فؤاد السنيورة، وأيضا غير عهود يعني عهد الوزير محمد شطح، وأيضا الوزيرة السابقة للمالية ريا الحسن، الوزير السابق للداخلية. سيدة عليا عباس، أول شيء كيف حركات عيوني، كانت منيحة؟ اليوم ماشي الحال. يعني أنا عم استغرب عم تتواصلوا مع حدا مشغول فيه
لا 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 يا عمي، بعدك مصرة تقولي أنا ما قلت لا مشتبه ولا شيء. طيب سيدة عليا، شو قصة أول شيء حتكوني معنا مثل ما اتفقنا الأسبوع الجاي مش هيك؟ إن شاء الله. شو قصة الكمامات؟ يعني شفتي، ما بعرف إذا شفت التقرير، يعني في كمامات مفروض حقها 2000 عم تنباع ب 8000، هيدي الآن شو اسمها؟ N95 عم تنباع ب 12000. ليش عم صراحة نحن من جمعة الماضي واعيين على هالموضوع. تعاوننا مع إدارة الجمارك بالأول وطلبنا منهم يمنعوا تصدير كل مش بس الكمامات والكفوف، كل الإكويبمنتس اللي هن بروتكتيف، اللي هن هلا بنعوزهم إذا لا سمح الله كان في حالات بلبنان. أوكي. فطلبنا من إدارة الجمارك ونسقنا معهم لحتى يمنعوا تصدير هالمواد هاي. طبعا هاي مش صناعة لبنانية، هاي منا صناعة لبنانية، أحسن ما حدا يلتبس على الموضوع. نعم. هاي صناعة صينية. هلا في شيء مستورد، حتى في شيء مستورد كان عم يتصدر. بعرف، ما عم بقول إنه هول من الصين وعم نرجعهم من الصين. الكمية اللي موجودة لازم نحتفظ فيها لأنه عايزينها. شغلة ثانية اللي بدي أقولها إنه مثل ما تفضل معالي وزير الصحة، نحن عم ننسق معهم ومع وزارة المالية لحتى تأمن وزارة الصحة عدد كبير من الكمامات، لأنه في ناس حتى لو حقها 1000 ليرة يمكن ما معها تشتريها. فلازم وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها بهالموضوع، نحن وزارة المالية لحتى يتأمن عدد كبير من الكمامات. ثالث شغلة، لازم كلنا نكون عم نطلع بنفس الاتجاه. اليوم نحن بالعادة ما بنفوت على الصيدليات لأنه هذه مسؤولية وزارة الصحة، بس بظرف استثنائي مثل هالظرف ما فينا نقول هيدا شو صلاحيته هيدا شو صلاحيته. كلنا رح ننزل ورح نكون حاملين مسؤوليتنا. نحن رح نبلش ننزل يمكن من بكرة الصبح، رح ندور على كل الأماكن اللي ممكن تتواجد فيها هل المعدات الطبية اللي هي لازمة وضرورية للناس بهالوقت، لحتى نمنع الاحتكار، لنمنع استغلال الناس. ونحن عندنا وسائلنا لنقارن إذا في استغلال للناس أو لا، لأنه في عدة أصناف من الكمامات. اليوم مش كل الكمامات بنفس السعر، ولا كل الكمامات مثل ما تفضل الدكتور وقال هي بتحمي. صحيح. اليوم في كمامات يعني يمكن من الغبرة بتحمي، في كمامات هي مقلات إلى هل ضروري هيدي الكمامات بالضبط. عمنا نعمل دعاية كوزارات مواصفات وننزل، ما حدا حيقول هيدي صلاحيته وهيدي مش صلاحيته. اليوم مسؤوليتنا كلنا نطلع بنفس الاتجاه، نحمي المواطنين من هالفيروس للأسف. طب معقولي وزارة الاقتصاد طلع تعميم؟ ما بعرف إذا النظام الاقتصادي عندنا بلبنان بيسمح بهيك إجراءات، بس تطلع تعميم تحدد فيه الرينج، يعني بين قديه وقديه معقول يكون حق مثل هيك كمامة مثلا؟ نحن رح نقسق مع وزارة الصحة، لأنه هو معدات طبية اعتبارا من التنين. رح نقسق مع وزارة الصحة وعندنا وسائلنا لنعرف إذا في استغلال أو لا. اليوم عم تنباع الكمامة بهالسعر، اليوم الدولار عم يلعب من 3 أشهر وجاي ما تغير الأسعار العالمية، وبالتالي اللي كانت عم تنباع من شهر بشي اليوم مش لازم تتغير السعر لأنه بقول في استغلال للمواطنين. بالإضافة أنه نحن عندنا طريقتنا لنحسب هوامش الربح المسموح فيها مثل باقي السلع، وبالتالي مش المفترض هلأ بس المواطن يحتاج شغلة أنه أنا استغله لأخذ حقها تريبل أو 4 مرات أزود. نحن هذا الموضوع رح نتابعه بكل جدية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ما في إشكال أبدا. ومثل ما برجع بأكد لك أنه نسقنا مع الجمارك وبالمبدأ أخذوا قرار بمعنى التصدير. هو مش مهم يأخذوا القرار، مهم يطبقوه بالجمارك. نوعدنا أنه بيطبق. بعدين إذا عملنا كمية كافية، يعني إذا صار في حالات كتير ما معنا كمية كافية، يعني لازم يستورد بدل ما يبعثوا. اليوم عم بصير في اتصالات، اذا ما في كميه كافيه بلبنان قادرين نستوردها من برا، في وقادرين يامنوها ب 24 ساعه. هم من امن دولار لنستوردها من برا هلا، هو مش المشكل نستوردها، لا بياخذوا باللبناني وعم نشارطهم ياخذوا باللبنان. عظيم. طيب عموما السيده علي عباس، شكرا لك، للقاك في الاسبوع القادم في متابعه ملف الماليه والحوالات. لا حركه عينك منيحه ان شاء الله. عظيم. شفت كيف. يلا. طيب شكرا سيده. شكرا سيده علي. اهلا. دكتور زاهي، انا هون قدامي في ان هالكمامه اللي شو انت اللي اسمها مشان N95 95 N95 نون 95. هيدا المطهر المعقم يلي لانه هو باللمس بينتقل. بس انتبه، غسيل الايدين عم يعني عم ينصحوا اكثر يكون بالمي والصابون بالاول، بعدين مثل المستشفيات بيقول لك بالاول غسل المي والصابون عشان الجراثيم. غسيل اليدين بده يكون بطرق، يعني انه تفوت بين الصبيع وكل الميلات، اوقات بيكون غسيل يدين ما بيغطي كل اليدين، بس اكثر وسيله تنقل هي اليدين. كيف بينتقل؟ هو لانه في ناس عم بيقولوا باللمس، بس اذا باللمس في عده طرق للنقل. في بالنفس،
اكيد مشان هيك الكمامه كرمال النفس. في باللعاب او بالسليف يعني بال حالات متطوره شوي. نعم. او بال يعني اذا مثلا انت حطيت كلينكس او اي شيء على مطرح بضل على السرفاس كم ساعه دقرتها. او مشان هيك كمان الايدين بتنقل كتير، لازم نطهر الايدين مزبوط. بس هو بهالحالة بقصد يعني لما واحد يطهر إيده المطهر بيقضي عليه للفيروس هذا؟ ويا اسمح لي سؤال، أسئلة نسأل أسئلة بديهية. هو المطهر فيه يقضي عليه للفيروس. نعم، بس هو أكتر شيء اللي بيقضي على الفيروس هو الحرارة، درجة الحرارة يعني أنه النار أنه أو شيء عم يغلي بيموت الفيروس بالحرارة 100%. ولأنه الوزير يعني ما كنا عم نسأل على موضوع الشنط قال بأنه ما بيقدر يعيش برا أربع ساعات خارج الجسم الحي، وبالتالي من هون موضوع التغسيل ليعرفوا العالم ليش أهمية التغسيل. بينما إذا تنفسته وتنشأته نكون شوي يعني دخلنا بالمراحل شوي يعني صعبة، مثل مثل أي غريب يعني، بس إنه غريب متقدم. نرجع عن التهاب الرئة عن نمونيا. طب هو بس شو العوارض اللي معقولة تنجم على الشخص ليحس حاله إنه هيدا مش إنفلونزا عادية؟ هلا هو الشخص ما رح يقدر يميز كتير بين الإنفلونزا العادية وبين الكورونا، لأنه كل العوارض تشبه بعض، يعني هي ارتفاع بالحرارة، رشح، وجع لعيم، سعال، ضيق تنفس. بس بارك الاستمرارية. إيه هلا ممكن يصير في أحيانا بعض السهال أو وجع البطن كمان، هيدا إضافة. بس إنه أكتر شيء عوارض بالرئة يعني ضيق تنفس، سعال. في شيء احمرار عينين، هذا بيحمر أحيانا العين مش عند الكل يعني. بس إنه هو الفحص اللي بيخليك تأكد هو فحص المختبر. يعني ما فيك تميز بين إنفلونزا وبين H1N1 والكورونا إلا من خلال فحص مختبري هذا اللي حكى عنه واللي خضع له قالوا له بعد 24 ساعة طلع النتيجة. لكن يعني هون السؤال البديهي الذي يطرح نفسه بأنه هل يعني ليش بينقال مثلا انه عدد الوفيات، هل هذا المقصود فيه بانه عمليا يعني اللي يصاب اول شيء اللي يصاب بالفيروس ما معناتها انه هو خلص يعني هذا ودع؟ هيدا اول شيء. اثنين لانه بس اللي حاعطيك استنتاجاتي وبعدين صحح من وراهم اذا انا غلطان. اثنين بانه عاده يلي بيتوفوا من جراء الاصابه بالمرض الفيروس كورونا هن بيكون عندهم نقص بالمناعه، نظام المناعه عندهم. هلا هو اول شيء اكيد وهذا شغله منيحه انه مش كل اللي بينصابوا، ولا كان كارثه كبيره. يعني مدينه مثل ووهان اللي فيها 11 مليون نسمه مصاب فيها بس فوق ال 40 الف بس. هو قوته عن القريب الثاني اللي سرعه الانتشار. سرعه الانتشار يعني هلا الكورونا منه شيء جديد. هلا اول مره يعني من سنه 2002 صار في سارس اللي كان كورونا فيروس، بال 2012 صار في المرس كوفيد اللي صار بالسعوديه كمان ابيديمي كمان كان كورونا فيروس، وهلا هيدا ثالث وباء بيصير بالعالم الكورونا فيروس. بس هلا بيميز هل وباء جديد تبع 2019 هو انه بينتشر اسرع، عم ينتشر اسرع، عم ينتقل من انسان لانسان اكثر. يعني قبل كان الانتقال اكثر من الحيوان للانسان، يعني مثلا بالسعوديه كان من الجمل للانسان، قبل كمان كان من وسط الحيوان للانسان. هلا هو اكيد موجود كان بالبات يعني الوطوات والحياية اللي بالصين، بس هلا عم ينتقل اكثر من انسان لانسان وبسرعه انتشار كثير كبيره. يعني شفنا هلا بمجرد شهرين ثلاثه قديه صرنا عدد الاصابات بسرعه كثير، يعني صرنا تخطينا 80 الف حاله بالعالم مع وفيات فوق ال 2000 وفاه. يعني هيدا اللي خلينا يكون 2% يعني عدد الوفيات. بس هو يعني مش تقليلا منه، بس في ناس عم بيقولوا بانه عدد الوفيات من الجريب العادي بعد اكثر. اكيد جريب اسبانيول وتصار الوباء تبع جريب اسبانيول قتلت اكثر بكثير. بس هو قوته هذا الفيروس هو الانتشار السريع، وانتشر بالخمس كونتيننتس يعني بالعالم كله بسرعه كبيره. اكيد سبب الطيران. سؤال سريع هون بس انه يعني ربطا باللي سمعناه عن نظريات المؤامره، هل يعني قديش في جديه بالحديث على انه فيروس مصنع ومش انه خاضع عن كثير عنه؟ ما حكى قبل عن ايبولا، ما حكى حتى على الايدز، على كل كل ما بيصير وباء على طول هالتيوري موجوده. بس تاكد اذا صح او لا مين فيها. لا لانه هن ربطوها بانه من هي من 2005 موجود، انه هو عم تحكي انت هو كورونا وبينعمل ميوتيشن بيعمل كل فيروس بنعرف حتى الجريب يعني الجريب لا بيتغير اللقاح كل سنه لانه بيتعمل ميوتيشن. نفس الشيء الكورونا من ميوتيشن لانه الفيروس غير البكتيريا، خاصة وقت بينتقل من سبيس للتاني، يعني من مثلا حيوانات لغير حيوانات، فصيلة لفصيلة لفصيلة بيعمل تغيرات، بصير أخطر يعني، بصير انتشاره أسرع وبيعمل أكثر. بيبقى بس ختاما معك، في دائما عم نشوفها انه بيعملوا بنشوفهم يعني بالمطار حرارة، يعني حرارة بس هيدي فحص يعني حرارة. فرجيني انا حرارتك كيف؟ 36 فرجيني دكتور. ما اذا طلعت ما هذا يعني بيكون 37 يعني هو المفروض بيضوي. بس سؤال بس هذا اكيد مش كافي لو هذا بس بيرجع في الحراره بيعطي هذا الشيء تقديري.
الاطفال هون شو لانه بعرف يعني خصوصي بهيك يعني اوبئه وامراض يعني المسنين كثير بتخاف على المسنين كثير وعلى الأطفال. الاطفال على الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه كان ربو يعني هون هون السرطان ان كان اللي عندهم زرع كلوي او زرع يعني الاشخاص اللي عندهم او عم ياخذوا علاج بنقص المناعه كل هالاشخاص هون معرضين اكثر انه يعملوا حالات خطره ويؤدي للوفاه يعني اذا شخص مناعته قويه اجمالا بيقاوم المرض منه لحاله بدون يعني علاج يعني بس لنحدد الامور مين هن العرضه لانه ممكن يصابوا اكثر بالمرض او المرض بس اللي عم بحكي اللي ممكن المرض يتقدم يعني عنده جسم ما يدافع لوحده جسم ما قدر يعمل دفاع هن الاطفال والناس الكبار بالعمر والناس اللي عندهم ضعف بجهاز صحيح بس هلا الخبر الجيد انه بلشوا يلاقوا العلاج عم يجربوا على الحيوانات يعني في علاج اول شيء بتايلاند في شيء بامريكا بتايلاند لقوا علاج خلطوا بين علاج الانفلونزا مع علاجين للايدز للسيدا واخذوا نتائج جيده من خلالهم وهلا في علاج جديد بلشوا يقولوا انه هذا الفافيرا هذا كمان عم بيقولوا انه عم يعطي نتيجه منيحه فيعني ان شاء الله انه العلاج بيساعد وعم ينشغل على لقاح كمان اذا صار في لقاح هذا بيساعد كمان انه يقدروا يضبطوا اكثر ونتامل كمان انه بفصل الربيع والصيف وده بصير في حر الفيروس مثل ما تعودنا كل لانه على الحراره هذا عشان اكل غريب بيجي بالشتاء لانه بيقوى بتخف نسبه على انخفاض الحراره طيب اذا دكتور زاهي حلو شكرا لك معنا اليوم لتشرح لنا شو هي الاجراءات الوقائيه وتشرح لنا اكثر عن هذا الفيروس بعد الاعلان نلقاكم مع الزميل هادي الامين الذي سيفتح ملف النفايات وأيضا مع الزميلة ليال بوموسى التي ستميت اللثام عن الثروة العقارية للوزير علي حسن خليل ومدير مكتبه وأيضا سيكون معنا أسعد زبيان الناشط أسعد زبيان اللي هو بيشتغل على شيء اسمه مبادرة غربال رح نشوف شو أهمية هذه المبادرة بمجال حق الوصول للمعلومات نلقاكم بعد الإعلان.